كان عندي روماتويد يا دكتور، وكان بيجي لي ترسبات في الكلى من كتر الادويه. وبعدين كتبوا لي فوار لكن عمره ما فادني. انا كنت استعمل لبان دكر وصمغ عربي، من فضل الله الصمغ العربي واللبان الدكر جاب نتيجه هايله، نص معلقه صمغ عربي نص معلقه لبان دكر على معلقه عسل قبل الاكل 3 مرات يوميا. كان عندي حكه شديده في الجلد، وعندي جلد ملون في الرقبه وتحت القبط، و استعملت منوع قشر الليمون مع الخل، وحطيت عليه زيت زيتون، قشر الليمون مع الخل وزيت زيتون نص كوبايه ونص كوبايه، دهنت منه مرتين في اليوم. والله يا دكتور اختفى كل شيء في 5 ايام، وشربت العرقسوس الساخن مرتين بس، لسه بعض المناطق الحساسه. شكرا لك على هذه التجربه. ما رايكم في هذه التجارب؟ ايه رايكم في التجارب دي؟ عبد الرحمن هيعرض علينا شويه لوحات من اللي هو تعب فيها عشان ما يقولش ان احنا ودينا تعبه في الارض. ليه يا عبد الرحمن؟ بص معايا كده، احنا كنا دايما بنقول للناس بشاره وداعا للصداع ايا كانت اسباب، وداعا للضغط، وداعا لقرح العين، وداعا للجيوب الانفيه، وداعا للانسولين، وداعا للانيميا، وداعا للحموضه، وداعا لمشكلات الجلد، وداعا لقسطره القلب. بص كده عبد الرحمن كان بيتكلم على وظائف الجلد، كنا بنتكلم دلوقتي عن وظائف ايه؟ الثدي. نقلب يا عبد الرحمن امتصاص صدمات الجلد. ها؟ وايه كمان؟ والحفاظ على سوائل الجسم، وايه اللي كان سوائل الجسم شربت؟ ها؟ والاحساس. الاحساس عن طريق الجلد. ها؟ والاحساس ده موال، والمناعة، الجلد مليان أجسام مضادة وخلايا مناعية. ها؟ وايه كمان؟ والعرق، والعرق بينظم الإخراج، والعرق بيتخلص من المواد الزائده، والعرق بيظبط لي حراره الجسم الداخليه. وايه كمان؟ وظائف الجلد. ها اقلب. والجلد بستخدمه في العلاج، لزقه طبيه، ها حقن، زيوت، كريم، مرهم. اقلب. يعكس جميع الامراض الداخليه. يعني ايه؟ لو لقيت حبوب زي دي، ده ايه ده؟ ده في مصيبه في المناعه جوه. زي ما لقيت واحد مثلا جلده مصفر او جلده مسود، دي مشكله في الكبد، مش كده ولا ايه؟ يبقى بيعكس جميع الامراض الداخليه. والجلد هو مرآه الجسم، زي الشعر. الشعر مرآه الجسم، يفرح بفرحه ويحزن لحزنه. يعكس جميع الامراض الداخليه. اقلب. يعكس صحه وجمال الجسم. طبعا تبص للنضاره زي ما هو قاسم الجسم نصين، بص النص ده والنص ده. انت لو بص الانسان كده شاحب، ايه ده؟ هو في ايه؟ انيميا؟ عنده سرطان؟ ووشه عامل كده ليه؟ اقلب. الاظافر اللي ربنا حطها في الجلد للامساك بالاشياء الدقيقه، هرش بقى، ها؟ ومثلا عاوز تموت براغيث، عاوز تموت امل، امال هتفلي بايه؟ لازم يكون ليك ضوافر. ها؟ الجنس، طبعا الجلد له وظيفه جنسيه، لانه في هرمونات كتير بتفرز عن طريق جنس، ستيرويدز وسكس هرمونز، حاجات كتير قوي في الجلد. اقلب. ميتابوليزم. ايه الميتابوليزم؟ ما انت عندك الديتوكسيفيكيشن، وهو مش ده مكانه الكبد؟ طب والجلد؟ ده الجلد هو اللي بيقلب الانرت فيتامين دي الفا توكوفيرول الى اكتف فيتامين دي. وايه كمان؟ وبيعسل لنا حاجات كتير زي الريتينول بتاع العين، وحاجه كتير قوي بيحسنها الجلد. اقلب. هرمونال. هل الجسم بيفرز هرمونات؟ طبعا بيفرز هرمونات، زي ما قلت لك. ايه؟ فيتامين دي بيعتبره هرمون، استيرويدز زي الكورتيزون هرمون، زي السكس هرمون. ها؟ ساعات بيقلب التي 4 الى تي 3 اللي هو بتاع السيروكزين بالجلد. اقلب. فيرمونال او هو المفروض فيرمونال في او زياده، فيرمونال. فيرمونال يعني هرمونات لها رائحه. طبعا الهرمونات الداخليه مش بنشمها كويس، لكن في هرمونات خارجيه. الفرمونات دي بتبقى مشهوره قوي قوي في النباتات. نباتات بتطلق فرمونات، ومشهوره قوي في الحيوانات. تلاقي بعض القطط، بعض الاسود، بعض النمور يطلق كده هرمونات عشان ينادي على الجنس الاخر.
في البني ادمين ما بتظهرش غير في العرق. في ناس رائحه الفرونات بتاعتها معلقه وحشه جدا، وفي ناس رائحه العرق بتاعها حلو حسب بقى نوع السجود لله، الاكل اللي انت بتاكله. ان انت كل يوم بتاكل فسيخ ورنجه وسمك تونه ومش عارف، وكل الاكل اللي انت بتاكله ريحته وحشه، ما اكيد عرقك هيبقى ريحته وحشه ولا ايه؟ فالاكل اللي داخل بتشرب ينسون وحلبه وقرفه وكلك معطر، هتبقى افرازاتك مالها معطره. نقلب اخر واحده، لا هما 15 وظيف ما علينا. يبقى بنقول يا جماعه نخلي بالنا ان الوظائف بتاعه الجلد. طب انت ليه بتقول وظائف الجلد يا دكتور؟ عشان تحافظ على جلدك سليم فيؤدي وظيفته. طب لو الجلد مجرح ومتعور ومقشف ومحروق، طب مش هيديك وظيفه. انت فقدت 15 وظيفه من وظائف الجلد، مش كده ولا ايه؟ طيب يبقى احنا بنقدم اسرع علاج للالم مهما كان الالم اللي عندك، اسرع علاج للحموضه، اسرع علاج لالتهابات اللثه واللسان. قدمنا مجموعه حلقات مهمه جدا جدا. دلوقتي في حلقات مليونيه، علاج الجيوب الانفيه، ما لا تعرفه عن القهوه، لا تنام قبل ان تنظف اربعه اشياء، ارجوك لا تشتت جهاز المناعه، اشهر التحاليل الخداعه، في الحلقه بتاعت حلويات علاج الضعف الجنسي جايبه اكتر من نص مليون، طعام البركه والجماعه، ازاي تكتر الطعام وازاي العين تشبع قبل البطن، اكتر من نص مليون مشاهده، وحلقه لا تحزن. والله العظيم حلقه لا تحزن، مش عايز اقول لك اهم الحلقات دي كلها، حلقه لا تحزن دي اسمعها، اسمع حلقه لا تحزن. طبعا في حلقه المخدرات والجنس، ودي اقوى من اصنع مخدراتك بنفسك. يعني اصنع مخدراتك بنفسك جايبه نص مليون، اقوى منها والله الذي لا غيره. حلقه المخدرات والجنس اقوى من اصنع مخدراتك بنفسك. الافرازات الجنسيه، الافرازات الجنسيه دي كانت حلقه قويه جدا جدا. انا في النهايه مش عايز اطول عليكم، كنا عاوزين نستعرض بعض الاشياء المهمه، لكن معلش الوقت خدنا، ان شاء الله نقولها الحلقه الجايه. شكرا لحسن سماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.